جد شي قلك صباح الخير صباح الفل صباحكم دقله وحلي بالناس الكل. الحمل انتبه لوضعك العاطفي الدقيق خاطر ماهوش في ثنيه صحيحه وتحس روحك ضايع على يمت هذي. الثور ما تتسرعش في تصرفاتك مع الشريك خاطر عامل الثقه مفقود بيناتكم والشكوك ديما حاضره. الجوزاء الجهر بمشاعرك تجاه الشريك مهم برشا، لكن رد بالك تكشف اوراقك لكل فرد مره. السرطان تمارس السحر وجاذبيه ما يتقاوموش وتعرف لقاء استثنائي والا عوده الحبيب قديم. اسد يا اسد الشفافيه والحب الصادق أبرز عناوين العلاقة الناجحة وهذا يدفعك لتوطيد العلاقة هذه. العذراء أنانية الشريك ولا تقلقك برشا، لذا دارك الحكاية هذه وتصرف معه. الميزان السعي وراء المتاع بيرهق أعصابك، رد بالك من اللي يستنى فيك الأيام الجاية خاطر جاية برشا مفاجآت في الثنية. يا عقرب يا عقرب الاستعداد والتيقظ مطلوبين الأيامات الجاية، لازمك برشا دقة وانتباه. القوس مهما سعاه الناس للنيل من سمعتك قدام الشريك باش يفشلوا خاطرك صاحب سمعة نظيفة. الجدي جنب أي نقاش مع الشريك خاطر باش تصير لك خيبة أمل من برشا حكايات. دلو يا دلو يخف الجو والتحديات والمواجهات وتودع المخاطر وتتخذ قرارات حكيمة. ونختم بالحوت وقلوا ما تدخلش روحك في امور الحبيب الخاصه خاطر الامور باش تتطور وتولي مشاكل كبيره. هذا باش كم شنو قالكم اليوم زحروا، لا تقولكم ردوا بالكم تبدلوا الموجه واستنوني غدوه في برجك شي قلك. برجك شي قلك.